بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا هيئنا لمزيد من مزيد من القرب منك، وبارك لنا في سعينا، خاصة في طلب الزيادة من محبتك. آمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. نتناول آيات أخرى من نفس السورة، أي الزمر. والذين اجتنبوا، ناخذ آية 17، والذين اجتنبوا الطاغوت، أي نحن، أن يعبدوها، كل ما تشري غير إلهي رافضينه تماما، وجاهدوا باش تبقى شريعة المولى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني اجتناب حتى لا نقع في عبادتها. وش يقول مع جماعة؟ الشنقة مع جماعة خلاع في ظنك، خاصة الشنقة اللي قال مقبل عليها الكرب، وهم لا يعلمون أن الرب غضب عليهم غضبا عظيما. يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، رجعوا بحق. احنا قلنا لكم ارجعوا قبل يحق عليكم القول، يفك عليك. ما الرئيس اللي فات بعت له كم من مره نعرف بيطانته، وصلت له ولا ما وصلتوش، ولا خليه يخرف، ما هو كلام مسقط تعلم على بورقيبه. وكان دائما بالباكيته يضربهم يسب لهم جلاله. هذا هو بورقيبه الرئيس، حمى الدين كما ما بنى عليه، حمى الدين. فربي حمالهم نار في الدنيا والاخره، وما بينهما في قبور حفر من النار، نسأل الله السلامة.